انا رايي نعمل حضانه الماني، الطلب عليها كتير ومحدش بيفهم الماني قوي. انت بتتكلمي الماني؟ يا يبقى خلاص يا بينا. يا بينا. يا ايه لا مؤاخذه يعني، احنا الشبح اللي فينا بيقول ايام دونكي بالعافيه. صح يا شبح، اهي دونكي دي بقى مش هتخليك معانا في العمليه بقى، ايه رايك؟ صراحه فتحي انت ما تنفعش في العمليه دي خالص، انا لو طفل وانت دخلت عليا الفصل انا هيجي لي تبول لا ارادي. كابتن فتحي زفت.